مساء الخير، معاكم أمير الدالي من برنامج سي اف اي بالعربي، سبونسر من سي اف اي سوسايتي. احنا النهارده هنكمل ريدنج 45 اللي هو ماركت اورجانيزيشن اند ستراكشر. خدنا تقريبا نصها المره اللي فاتت والمره دي هنكملها. احنا بريفلي اتكلمنا على ايه المره اللي فاتت؟ اتكلمنا على الفاينانشال سيستم اللي هو المنظومه الماليه بتاعت الدوله، وعرفنا ان الفاينانشال سيستم نازل من تحتيه كذا مؤسسه زي البنوك، شركات تامين، بورصه، انفستمنت بنك. والنهارده هنتكلم بقى على انواع البوزيشنز اللي انت ممكن تاخدها كانفستر جوه البورصه. فهنا دخل ان ديبث بورصه شويه، ابتدى يتكلم بالتفصيل اكتر جوه البورصه. فهو ابتدى يقول لك ان انت كانفستر لما بتروح تستثمر فلوسك في البورصه، اول نوع من انواع البوزيشن اللي انت ممكن تاخدها نوع اسمه لونج. يعني ايه اللونج بوزيشن؟ اللونج بوزيشن ده يعني هتنزل تشتري اسهم، يبقى اللونج دايما هو المشتري او الباير. ليه سموا المشتري باللونج؟ لان المشتري دايما بيكسب لما السعر او البرايس يزيد. فانت فعلا لو اشتريت سهم النهارده ب 20 جنيه وصحيت تاني يوم الصبح لقيته ب 22، يبقى انت كسبان منه 2 جنيه. طيب تاني بوزيشن ممكن تاخده هو الشورت، والشورت ده هو السيلر البياع. ليه سموا البياع بالشورت؟ لان البياع دايما بيكسب لما السعر بيقل عكس اللونج. يعني ايه البياع بيكسب لما السعر بيقل؟ يعني انت بعت سهم النهارده ب 20، صحيت الصبح لقيته ب 18، يبقى الحمد لله انت بعت امبارح ب 20 جنيه. يبقى اول اتنين بوزيشن، لونج ده مشتري والشورت ده البياع. بس احنا هنقف عند الشورت ده شويه كده. ليه؟ لان الشورت بوزيشن ممكن يبقى ليه شكلين، في شكل اسمه كفرد وشكل اسمه انكفرد. يعني ايه شورت كفرد؟ كفرد يعني انت مغطي البوزيشن اللي انت بتبيعه. يعني ايه مغطي البوزيشن؟ يعني معاك السهم. انكفرد يعني نازل تبيع حاجه مش بتاعتك. يعني ايه نازل تبيع حاجه مش بتاعتك؟ يعني مش مغطيه، فانت بتعمل عليه حاجه اسمها شورت سيل. فسي مثلا انت هتيجي تشتري مني موبايل ايفون النهارده، والموبايل ده هو اوريدي في جيبي، يبقى انا كده كفرد. ليه؟ لان انا معايا الموبايل. بس انا لو جيت قلت لك انا الموبايل ده اوكي هاخد منك فلوسه النهارده بس هوفره لك كمان شهر، يبقى انا كده عملت شورت سيلنج. ليه؟ لان انا كده بعت الموبايل وهو انا اوريدي ما امتلكوش، مش معايا اصلا. ده الفرق. وهنتكلم على الشورت سيلنج دلوقتي بالتفصيل. تالت نوع من انواع البوزيشنز نوع اسمه الهيدجرز، ده اللي شفتوه بقى في الدريفتيفز. والهيدجرز دول اللي بيخشوا يتجنبوا ريسك حقيقي ممكن يقابلوه في المستقبل. ان انت مثلا عايز تخش تبيع، او سي مثلا عايز تخش تشتري 100,000 دولار كمان 3 شهور من النهارده، خايف سعر الدولار قصاد الجنيه يزيد، فدخلت في عقد في الدريفتيفز اسمه عقد الفورورد، ان انت دخلت ثبت السعر اللي هتشتري 100 دولار كمان شهر او شهرين من النهارده. واخر بوزيشن بقى عندك الاوبشنز، وده اللي خدتوه في الدريفتيفز برضو. والاوبشنز دي فكرتها دي عقود خيارات بتديك يا اما حق شراء يا اما بتديك حق بيع. فهو عقود الكول كان بيدي حق للهولدر ان ينزل يشتري السهم على اكسرسايز برايس معين، وعقود البوت كان بتدي حق للهولدر ان ينزل يبيع السهم على اكسرسايز برايس معين. طيب انت عامه في الريدنج دي اللي يهمني اول ثلاثه بس، اللي هو اللونج المشتري، الشورت البياع، والهيدجرز ده اللي بيتجنب ريسك ممكن يقابله في المستقبل. قلنا اللونج بيكسب لما السعر يزيد، والشورت بيكسب لما السعر بيقل. طيب تالت نوع من او رابع نوع من البوزيشن اسمه الشورت سيل. الشورت سيل ده بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليه السلايد اللي فاتت، هو ده الانكفرد، اللي انت نازل تبيع حاجه هي اوريدي مش معاك. يعني ايه نازل تبيع حاجه مش معاك؟ انت سي مثلا قدامك سهم اوراسكوم تيليكوم. سهم اوراسكوم تيليكوم النهارده الماركت برايس بتاعه في البورصه دلوقتي حالا يسوى سي 30 جنيه، بس انت شايف ان السهم ده كمان اسبوع من النهارده سعره هيروح 25 جنيه. فاللي انت عايز تعمله ان انت عايز تبيع السهم ده النهارده ب 30 وترجع تشتريه تاني بس بال 25، يعني تشتريه بسعر اقل. يبقى فكره الشورت سيلنج ان انت بتبيع الاول بعد كده بتشتري، بس دايما انت عايز تنزل تبيع على عالي وترجع تشتري تاني بالقليل. بس انت مش معاك اسهم وراسك، فرحت خبطت على السمسار بتاعك قلت له انا عايز استلف منك اسهم اوراسكوم تيليكوم لمده اسبوع. فجه قال لك خلاص انا هسلفك النهارده 1000 سهم. فالسمسار سلفك 1000 سهم هتنزل تبيعهم النهارده في الماركت ب 30 جنيه،
يبقى 1000 في 30 يبقى قيمة الأسهم دي النهاردة عاملة 30000 جنيه. بس السمسار جه قال لك أنت عايز تعمل كده ليه؟ قلت له والله لأن أنا شايف إن سهم أوراسكوم النهاردة ب 30، كمان أسبوع هيبقى ب 25، أنا عايز أبيعه النهاردة بال 30 وأشتريه كمان أسبوع بالأقل. بس السمسار عايز يأمن نفسه، يعني يأمن نفسه يعني بيقول لك إن أنت بتقول لي إن السهم ده هيقل 5 جنيه. طب افرض سعر السهم ما قلش، افرض سعر السهم زاد، يعني سعر السهم راح 35 جنيه. السمسار ازاي يأمن نفسه؟ ان السمسار هياخد منك حاجة اسمها مارجن، هامش. يعني ايه الهامش ده؟ الهامش ده ان هو ياخد منك مارجن سي مثلا 5000 جنيه. فالسمسار دلوقتي هينزل يبيع لك الاسهم الهامش بتاعتك دي اصلا اللي هي 1000 سهم. نزل باع الاسهم دي ب 30 جنيه، بقوم ب 30000، وخد من جيبك انت كانفستور كراجل شورت سيلر 5000 جنيه كمان زياده، بقى السمسار دلوقتي معاه 35000 جنيه. طيب ده اول حاجه في الشورت سيلنج. كمان اسبوع من النهارده لما السمسار يلاقي ان سعر السهم في البورصه وصل ل 25 جنيه فهينزل يشتريهم تاني بال 25. انت تاخد ال 5000 جنيه المكسب بتوعك ويرجعوا له تاني ال 30000 زي ما هم. يبقى فكرة الشورت سيلينج ان انت بتنزل تشرط على اسهم او بتنزل تبيع اسهم مش بتاعتك وترجع تشتريها تاني بالالف. بس هم في شوية شروط. ايه الشروط؟ اول شرط ان انت فعلا بيقول لك نمبر 1 ان الشورت سيلينج زي ما مكتوب في السلايد انت بتنزل تبيع الاول بعد كده بترجع تشتري. تاني شرط عندك ان السمسار لو صحي في يوم من الايام اللي هو الراجل اللندر اللي سلفك الاسهم، لو صحي في يوم من الايام وقال لك انا عايز الاسهم بتوعي انت مجبر ان انت تشتريهم من الماركت تاني وات ايفر سعرهم راح كام. وتالت شرط ان السمسار لازم يشيل معاه ال 30000 وال 5000 جنيه المارجن اللي خدهم منك لازم يشيلهم معاه ككولاترال او كضمان معاه. هي دي فكره الشورت سيلينج. طب اخر بوزيشن انت ممكن تاخده كانفستر اسمه ليفرج بوزيشن. يعني ايه ليفرج؟ الليفرج ده بنسميه هنا في مصر بحاجه اسمها المارجن لاندنج اللي هو الشراع الهامش. يعني ايه مارجن لاندنج؟ انت سي مثلا عايز تنزل تشتري 1000 سهم النهارده والسهم عايز شايفه النهارده ب 40 جنيه. يبقى 1000 سهم في 40 جنيه يبقى البوزيشن ده النهارده ب 40000. بس انت كانفستر معكش ال 40000 كلهم، انت كانفستر معاك 24000 جنيه بس. وهتروح للسمسار بتاعك وتقول له يا سمسار لو سمحت انا عايز اخد منك لون قرض بال 16000 جنيه اللي هتكمل ال 40000. سموا ال 24000 جنيه اللي انت دخلت مولتهم كانفستر بحاجه اسمها الانيشال مارجن. يبقى الانيشال مارجن ده الجزء اللي الانفستر بيمول بيه التريده نفسها. وسموا ال 16000 جنيه اللي انت خدتها من السمسار بتاعك سماها بحاجه اسمها المارجن لون. طيب ركز معايا في البرسنتج دي، ومعلش هو مفيش مكان نكتب فيه قوي لان الموضوع هيبقى صعب شويه، بس حاول ان انت وانا اقولها لك واحده واحده فحاول انت ممكن تكتبها معايا بورقه وقلم. يبقى التريده دي دلوقتي كلها ب 40000، انت كانفستر ممول ب 24 والسمسار ممولك ب 16. معنى كده ان انت كانفستر ممول التريده دي ب 60% والسمسار ممولك بنسبه 40%. طيب صحيت الصبح لقيت السهم اللي انت كنت شاريه ب 40 جنيه ما بقاش 48 في الماركت، لقيت السهم ده 38 جنيه. 1000 سهم في 30 جنيه بقت التريده دي بتاعتك ب 30000. يجي السمسار يقول لك على فكره مهما سعر السهم يزيد في الماركت او مهما سعر السهم يقل في الماركت انا عمري ما هنسى القرض اللي انا سلفته لك كسمسار. القرض اللي انا سلفته لك كسمسار هو اوريدي ثابت ب 16000 جنيه عمره ما يقل. انت نسبة تمويلك كانفستر بقى هي اللي عمالة بتقل. يعني دلوقتي التريدة بقت ب 30000 جنيه لأن سعر السهم قل 10 جنيه. فنسبة السمسار 16 ونسبتك انت كانفستر اللي هو الانيشال مارجن بقت 14000 جنيه بس. معنى كده ان انت كانفستر اصبحت ممول التريدة دي بنسبة 55% تقريبا. ده بنسبة 45%. والسمسار بقى ممولك بنسبة 55%. على كده ان نسبه التمويل بتاعتك كانفستر بتقل ونسبه التمويل بتاعت السمسار هي اللي عماله بتزيد. طيب نمت صحيت اخر يوم بقى لقيت ان السهم ده اللي كان ب 40 نزل 30 راح 20 جنيه. السمسار برضه يقول لي خلي بالك ان التريده دي دلوقتي 1000 سهم في 20 جنيه ب 20000 جنيه.
انا ليا من ال 20000 جنيه دول 16000 جنيه مارجن لو عمري ما هنساه، وانت كانفستر بقى ليك 4000 جنيه بس، فال 4000 جنيه ستيل لسه اسمهم انيشال مارجن، وال 16000 جنيه اللي هي عمرها ما هتقل ستيل اسمها مارجن لو. بس السمسار في بدايه العقد بتاع المارجن لاندنج وهو داخل يمولك راح قال لك ان انت حسابك كانفستر ما ينفعش يقل عن نسبه 25% نسبه تمويلك انت كانفستر. معنى كده ان انا نسبه تمويلي كسمسار ما ينفعش تزيد عن 75%. يعني كده نسبه التمويل للسمسار ما ينفعش تزيد عن 75، ونسبة تمويل الانفستر في التريدة نفسها ما ينفعش تقل عن 25. بس انت لو جيت رجعت معايا بالذاكرة كده كانت التريدة عاملة 20000، اصبحت انت ممولها ب 4000 والسمسار ممولك ب 16000 جنيه. معنى كده ان انت نسبة تمويلك كانفستر دلوقتي وصلت 20% ونسبة تمويل السمسار وصلت 80%. من هنا ابتدى تليفونك يرن والمكالمة دي جالك مكالمة اسمها مارجن كول. يعني ايه مارجن كول؟ يعني يبتدي السمسار يكلمك يقول لك على فكرة ان انا قلت لك ان انا كسمسار او كبروكر ما ينفعش امولك اكتر من 75، انا كده اصبحت دلوقتي ممولك بنسبة 80%، يبقى انا كده نسبة تمويلي كبروكر زادت، فلو سمحت تيجي تحط فلوس عشان توصل نسبتك تاني لل 25، لان انت نسبتك كده دلوقتي كانفستر وصلت 20%، يبقى كده في فرق 5% تيجي تحطهم فلوس. طب افرض انت كانفستر ما التزمتش بالمارجن كول، يعني السمسار كلمك قال لك تعالى حط فلوس وانت ما رحتش، فالسمسار ساعتها هيبيع البوزيشن بتاعك ياخد ال 16000 جنيه بتوع القرض، وبالتالي انت هيبقى ليك ال 4000 جنيه الباقي. مالي بقى ليه السمسار او ليه السماسره هنا في مصر شركات البروكرج ليه بتخش تعمل مارجن لاندنج؟ علشان تكسب منك انترست، لان الانترست على المارجن لاندنج هي بتتحسب دين، فالسمسار كانه بنك بالظبط دخل مولك مارجن لون وبالتالي كسب منك ريتيرن كانترست. طيب حته الليفرج ان هي بتعظم المكسب والخساره دي هتبللها في السلايد الجاي. تعالى نشوف السلايد دي بتقول لك ايه. الاكزامبل ده مهم، بيجي في الاكزام كتير. هنا بيكلمك ان انت ازاي تحسب الريتيرن على الليفرج. يعني ايه احسب ريتيرن على الليفرج؟ هو جه قال لك ان انت نزلت اشتريت 1000 سهم، والسهم ده انت نزلت اشتريته المفروض ب 100 جنيه، ده الانيشال برايس بتاعك، وده والسهم وزع ديفيدنز 2 دولار بير شير، والانيشال مارجن نسبه تمويلك كانفستر 40%، الانترست اللي حسبها السمسار عليك 4% على الجزء المارجن لون اللي انت استلفته، السمسار خد منك 5 سنت على السهم الواحد عمولة شراء وبيع، والستوب برايس بعديها بسنة زاد 10 دولار يعني راح 110. هحل معاكم نمبر 2 الأول بعد كده نرجع لنمبر 1. نمبر 2 طالب لك إنك تحسب الريتيرن على المارجن ترانزاكشن. طيب أنا مش هحلها معاك بالطريقة دي، أنا هحلها معاك بطريقة أسهل من دي شوية اللي هو في السلايد الجاي. بص برضه عايز تمسك ورقه وقلم كده، هتكتب اول حاجه اسمها البيجيننج بالانس، وتاني حاجه هتكتبها حاجه اسمها الاندنج بالانس. قبل ما نحط على الاندنج والبيجيننج خلينا نشوف التريده دي كلها بكام. التريده دي ب 1000 سهم والسهم ب 100 دولار، يبقى 1000 في 100 يبقى التريده دي دلوقتي ب 100000 دولار. بس فكره المارجن لاندنج ان السمسار بيمولك بجزء. الجزء اللي انت بتموله كانفستر قلنا اسمه انيشال مارجن. انت كانفستر مولت بنسبة 40%، يبقى السمسار كده مولك بنسبة 40000 جنيه. سوري، انت كانفستر دخلت مولت ب 40000 جنيه. والسمسار ادالك مارجن لون بالباقي، يعني ادالك مارجن لون ب 60000 جنيه، اللي هم ال 60%. يبقى ال 40% دي نسبة تمويلك كانفستر، والسمسار مولك ب 60. في البيجيننج بالانس على جنب كده اكتبها، هتحط حاجتين بس. جوه البيجيننج بالانس هتحط الفلوس اللي انت دفعتها كانفستر اللي هو ال 40000 جنيه اللي انت دخلت مولت بيهم، بلس عموله الشراء، لان السمسار بياخد منك عموله الشراء وانت داخل. عموله الشراء في امريكا بتتحسب على النمبر اوف شيرز، يعني هتقول 1000 سهم في 5 سنت يبقى السمسار المفروض هياخد منك عموله 50 دولار، يبقى انت دفعت 40000 دولار بلس 50 دولار عموله،
ده البيجيننج بالانس بتاعك 40,050، ده الفلوس اللي انت داخل بيها الاول. طيب فضلت لمده سنه خدت القرار ان انت تبيع السهم كمان سنه. جيت تبيع السهم كمان سنه لقيت السهم يسوى 110، يبقى تقول $1,000 في 110 يبقى في الاندنج بالانس، خليها على اليمين كده، هتحط بقى الحاجات اللي انا هقول لك عليها دي. اول حاجه هتحطها حاجه اسمها الشيرز سولد، بعت 1000 سهم والسهم ب 110 يبقى البيعه دي ب 110,000. اول واحد هيخبط عليك الباب وياخد منك فلوسه هو السمسار. السمسار كان المفروض ممولك بقرض 60% من التريد، يعني كان ممولك بمارجن لون. يبقى اول حاجه هترجع هتخصمها من فلوس البيعه القرض. تاني حاجه هتخصمها الانترست. السمسار بيقول لك ان هو هياخد انترست 4% من قيمه المارجن لون اللي هم 60,000. يبقى 60,000 في 4% ب 2400، دي اول حاجه. تاني حاجه هترجع. تالت حاجه هترجع عمولات البيع، لان العمولات بتتخصم رايح جاي. فعمولات البيع 1000 سهم في 5 سنت يبقى هتدفع عموله بيع $50. يبقى انت الشير سولد ب 110، شلت القرض 60,000، شلت الانترست على القرض 2400، شلت الكوميشن 50، بس قال لك اخر حاجه ان السهم ده وزع ارباح $2 في السنه. ف 1000 سهم في $2 يبقى السهم ده وزع عليك ديفيدنس $2000. يبقى طلعت ال $2000 ديفيدنس، طبعا دي بتضيفها بلس. يبقى انا طلعت هنا الاندنج بتاعي المفروض هتلاقيه في سلايد ورا، طلعت المفروض الاندنج بالانس ب 49,550. يبقى تقدر تقول الاندنج بالانس 49,550، وانت كنت داخل اصلا من الاول ب 40,050، عايز اعرف انا كسبت كام في الميه، هحسب هولدنج بيريد ريتيرن. اقول نيو اللي هي 49,550 ماينس الاولد 40,050 على الاولد 40,050، هتلاقي التريده دي انت كسبان منها 23.7%. يبقى ده كده نسبه مكسبك انت كانفستر لما رحت استخدمت مارجن لاندنج، استلفت جزء من السمسار ورحت بعت السهم ده وكسبت فيه الفرق اللي هو ال $10. بص الحل اللي انا حليته معاكم ده ما تذاكروش بقى، سلايد 7 ما تذاكرهاش وسلايد 8 ما تذاكرهاش لو انت اوريدي كتبت معايا البيجيننج بالانس والاندنج بالانس. طيب ده كان تاني ريكويرمنت عندك في المساله. اول ريكويرمنت بيقول لك احسب الليفرج ريشيو. فكره الليفرج ريشيو هنضطر نرجع للسلايد 5، الكلمه اللي انا فوتها وقلت لك ان اليوز بتاع الليفرج بيماجنيفاي الجين واللوس. ليه دايما الانفستور بيحبوا ان هم يستخدموا ليفرج؟ عشان يعظم مكسب ويعظم خساره. يعني ايه يعظم مكسب ويعظم خساره؟ يعني في المثال بتاعنا ده كنت انت المفروض شاري 1000 سهم والسهم $100، بقت التريده دي كلها ب $100,000. انت كنت ممول بنسبه 40% من قيمه التريده، يعني ممول 40,000 والسمسار ممولك ب $60,000. طيب لو انت ما كنتش هتستخدم مارجن لاندنج، يعني مش هتاخد قرض من السمسار، يبقى انت مش هتستخدم ال $60,000. يعني انت كنت هتخش تشتري بالفلوس اللي في جيبك دلوقتي، اللي معاك الفلوس اللي معاك دلوقتي ال $40,000 بس. يبقى ال $40,000 اللي معاك بس على ال $100، يعني انت كنت هتشتري 400 سهم. يبقى تقدر تقول without leverage، بدون leverage، بدون القرض اللي انا خدته من السمسار، كنت هشتري 400 سهم. بس with leverage، بما ان انا استخدمت leverage، انا اشتريت 1000 سهم. يبقى انا لما اجي هكسب هكسب على ال1000، ولما اجي هخسر هخسر على ال1000، ده بالليفرج. بس without leverage لما خدتش قرض فهكسب وهخسر على اساس ال 400 سهم بس اللي انا كنت هخش اشتريهم بال 40,000 اللي معايا من الاول. يبقى دايما الليفرج بتعظم مكسبك وتعظم خسارتك. ليه؟ لان انت بتروح تمول او بتروح تشتري بفلوس الغير، بفلوس السمسار. فلما بتكسب بتكسب اكتر، ولما بتخسر بتخسر اكتر. طب انت بقى عايز تحسب نسبه الخساره والمكسب دي كام؟ هو ده بقى اللي بيطلبه منكم في الليفرج ريشيو. الليفرج ريشيو هفهمها لك لوجيك من غير ما تحفظ قوانين، هو واحد على الانيشال مارجن. يعني ايه الواحد؟ الواحد دي ال 100% من التريدر.
انت عايز تشوف انت كانفستر، انت ممول بقى من الواحد دي اللي هي ال 100% من قيمه التريده، عايز تعرف انت ممول بنسبه كام في الميه؟ انت ممول بنسبه 40% بس. فيطلع هنا سي مثلا الليفرج ريشيو 1 على 40% تطلع سي ب 2.5. يعني ايه 2.5؟ يعني السهم لما يطلع مره انا بالليفرج هكسب مرتين ونص، والسهم لما ينزل مره انا بالليفرج هخسر مرتين ونص. يبقى it does make sense، هي لوجيك فعلا. ليه؟ لان طول ما نسبه تمويلك انت كانفستر بتقل، طول ما هتلاقي الليفرج ريشيو عندك بتزيد. ليه؟ لان طول ما نسبه تمويلك انت كانفستر بتقل، طول ما انت هتمول بفلوس السمسار اكتر، فبالتالي هتكسب اكتر وهتخسر اكتر. بس طبعا الليفرج دي حلوه جدا لو البورصه او السهم انت كسبت فيه، بس الليفرج انت هتصبح مشكله عليك وخساره جامده لو السهم نزل او البورصه نزلت. علشان كده الناس اللي هي كانت مستخدمه ليفرج في الثوره في 2011 وكانت واقفه قدام البورصه تقول لك لو البورصه فتحت هنحرقها وبتاع، فالناس دي اوريدي كانوا مستخدمين ليفرج، فبالتالي سالفين من السماسره فخسروا جدا، فبالتالي كانت خسارتهم عماله بتتدبل، فهي دي المشكله بتتدبل خساره يعني. يبقى دول الخمسه بوزيشنز اللي انت ممكن تاخدهم جوه البورصه. يبقى احنا اتكلمنا لحد دلوقتي على انواع البوزيشن، اللونج المشتري، الشورت البياع. بس الشورت البياع ده ممكن ياخد شكلين، يا اما كفرد يا اما ان كفرد. كفرد يعني يمتلك السهم اللي بيبيعه، ان كفرد يعني مش بيمتلك السهم اللي بيبيعه. بعد كده اتكلمنا على الهيدجرز، ده اللي بيتجنب ريسك ممكن يقابله في المستقبل، وده شفناه في عقود الدريفيتيفز. بعد كده شفنا رابع نوع المارجن لاندنج، والمارجن لاندنج ده انت بتنزل تعمل شراء على الهامش، يعني انت بتمول جزء والسمسار بيمولك الجزء الثاني، وحلينا عليها اكزامبل. وشفنا خامس نوع الشورت سيلنج اللي هو جاي من الانكفرد، ان انت بتنزل تبيع حاجه هي اوريدي مش بتاعتك. دول انواع البوزيشنز. طيب في سلايد نمره 9، في سلايد نمره 9 هو بيكلمك على حاجه اسمها المارجن كول برايس. يعني ايه المارجن كول برايس؟ ان انت كراجل انفستر مش عايز تبقى نايم على ودانك، يعني انت عايز تعرف لما السهم يوصل لكام هيجي لك مارجن كول. يعني سي انت نزلت اشتريت سهم ب 40 دولار، عايز تعرف لو السهم فضل ينزل ينزل المفروض ينزل لكام. ساعتها هتلاقي تليفونك بيرن، المكالمه دي اسمها مارجن كول. فهو حسب لك ايكويشن اسمها المارجن كول برايس. المارجن كول برايس ان انت بتشوف البي نوت، البي نوت ده السعر اللي انت داخل شاري بيه من الاول خالص، الانيشال بتاعك، وتضرب البي نوت ده في 1 ماينس انيشال وتقسمه على 1 ماينس مينتنس. بص دي مش ايكوال، دي اعملها مالتبليكيشن واعمل دي ديفايد كده. يبقى اقول لك هنا البي نوت مثلا سعر 40 دولار، ده اللي انا شاري بيه. طيب 1 ماينس انيشال انت دخلت مولت مثلا ب 40%، والمينتنس والمينتنس عندك سي مثلا ب 25%، فطلع لك البي نوت هنا طلع لك مثلا ب 23.5 سنت. يبقى انا كده عرفت ان السهم اللي انا شاريه ب 40 لو سعره نزل لل 23.5 ساعتها هيجي لي مارجن كول، ساعتها التليفون هيرن فبالتالي هيجي لي مارجن كول. يبقى تقدر تقول المارجن كول برايس هو بيحسب لك التريجر برايس اللي عنده هيجي لك مارجن كول. طيب ابتدينا نخش على انواع الاوردرات بقى اللي انت ممكن تديها للسمسار الصبح وانت بتشتري في البورصه. فاول نوع عندك من الاوردرز نوع اسمه الاكسكيوشن اوردرز. الاكسكيوشن اوردرز ان انت عندك نوعين من الاوردرات جوه البورصه، اول نوع اسمه ماركت اوردر، وتاني نوع اسمه الليمت اوردر. ايه الماركت اوردر؟ الماركت اوردر ان انت تصحى الصبح تقول للسمسار بتاعك انزل اشتري لي مثلا 1000 سهم طلعت مصطفى بالبيست ماركت برايس، يعني باحسن سعر شراء معروض قدامك. ادام العميل مدي للسمسار ماركت اوردر، السمسار ما ينفعش يجي اخر اليوم ويقول له الاوردر ما يتنفذش، لا. ليه؟ لان الماركت اوردر ده يعني ينفذ بسعر السوق. طيب انا بروكر مثلا العميل اداني الصبح اوردر ان انا اشتري له 1000 سهم طلعت مصطفى على البيست ماركت برايس، اشتريته له ب 4 جنيه 30 قرش، وده كان احسن سعر بالنسبه لي ساعه ما نزلت حطيت الاوردر ده على الشاشه والاوردر اتنفذ. جه العميل اخر اليوم قال لي على فكره انا حاسس ان السعر اللي انت اشتريت بيه ده سعر عالي شويه، كان ممكن تشتريه بسعر اقل.
ففعلا في السمسار بتاع واحد صاحبه مثلا اشترى له هم ال1000 سهم طلعت مصطفى في نفس اليوم بتاعي، بس اشتراه ب4 جنيه مثلا 20. طيب قالك علشان بعد كده العملاء ما تزعلش من البروكرز، قال لك تعالى نخترع حاجه اسمها الليمت اوردر. الليمت اوردر ده ان هو ما بيقولكش بس ماركت برايس، ليمت اوردر يعني بيحدد لك سعر شراء وسعر بيع. يعني يقول لك انزل اشتري لي 1000 سهم طلعت مصطفى على 23 جنيه. يا اما اشتري السهم على 23 يا اما اقل، ما ينفعش اكتر. ولو في حاله البيع هيقول لي بيع لي 1000 سهم طلعت مصطفى على 23 جنيه. يا اما هبيعهم له على 23 يا اما اعلى، ما ينفعش اقل. يبقى الليمت اوردر حلاوته انه انت بتحدد سعر شراء وبيع للسمسار، فالسمسار بيريح دماغه. اما الماركت اوردر لا، انت بتقول له ماركت اوردر يعني نفذ لي بسعر السوق بتاعك، بس لازم يتنفذ في نفس اليوم. هي دي فكره الليمت والماركت. طيب تاني نوع من الاوردرات ده متعلق بالوقت، اسمه الفاليد اوردر. انت عندك كذا نوع من الفاليد اوردر. اول نوع اسمه الدي اوردرز، وعكسها اسمه جود تيل كانسلد. خططه كده يعني، ممكن تكتب على دي اوردرز ده نمبر 1، وتكتب على الجود تيل كانسلد تاني نوع من الفاليد. يعني ايه الدي اوردرز؟ دي اوردرز ده ان عميل يصحى الصبح يقول للسمسار انزل اشتري لي 1000 سهم طلعت مصطفى على 23 جنيه. والله السهم النهارده جاب ال 23 هيتنفس، ما جابش ال 23 جنيه فالسمسار هيجي اخر اليوم ويقطع الاوردر ده كانه لم يكن. يبقى الدي اوردر ده اوردر فاليد لمده يوم واحد بس. عكسه اسمه الجود تيل كانسلد. يعني ايه جود تيل كانسلد؟ يعني ساري لحين اشعار اخر. يعني ايه ساري لحين اشعار اخر؟ يعني مثلا العميل قال له انزل اشتري لي 1000 سهم طلعت مصطفى على 23 جنيه. الاوردر ده هيفضل محطوط على الشاشه كل يوم لحد ما يجيب السعر او لحد لما العميل يلغيه. يبقى جود تيل كانسل ده زي ما يكون كده بالظبط سايب في البنك تعليمات مستديمه، ستاندنج انستراكشن للسي اس مثلا، موظف خدمه العملاء. هو السي اس بيفضل ينفذها لحد ما هي ساريه، لحد ما انت تيجي تلغيها. ثالث شكل، شكل اسمه ايميديت اور كانسل، او بساعات بنسميه بحاجه اسمها الفيل اور كيل، الاثنين هم واحد. الفرق بينهم ان انت تكلم السمسار تقول له شايف مثلا اوردر على الشاشه 1000 سهم، وشايف ال 1000 سهم دول يسووا 23 جنيه. فبتقول للسمسار يا اما تشتري لي الاسهم دي بالسعر ده يا اما بلاش. هو ده اسمه الفيل اور كيل. الجود اون كلوز والجود اون اوبن ده تقدر تقول رابع نوع. والجود ان كلوز ده يعني بتشتري اخر الجلسه، والجود ان اوبن ده يعني بتشتري اول الجلسه. في حاجه في البورصه كده اسمها تي بلس زيرو، او حاجه اسمها سيم داي، انك بتشتري وتبيع في نفس اليوم. فده ممكن يبقى شكل من الاشكال، او ممكن بس ممكن ان انت تدي للسمسار بتاعك ان انت يشتري لك اول الجلسه، لان انت عندك خبر مثلا ان في صندوق استثمار نازل على الساعه 12 يلم كميه كبيره من سهم طلعت مصطفى، فانت عايز تلحق انك تشتري السهم قبل ما السعر يزيد. بس في شكل تاني اللي هو تي بلس زيرو، ان انت بتشتري وتبيع في نفس اليوم ده. فالجود اند كلوز ده انك جود اند اوبن انك تشتري في اول الجلسه، والجود اند كلوز انك تبيع في اخر الجلسه. طيب في نوع تاني من الاوردرات اسمه الستوب الستوب اوردرز. ايه الستوب اوردرز؟ الستوب اوردرز ده ممكن تسميه بحاجه اسمها الستوب لوس. ده بيستخدموها برضه في الديلينج روم في البنوك او في البورصه. انت عندك نوعين من الستوب بلس اوردر، في حاجه اسمها الستوب باي وحاجه اسمها الستوب سيل. ايه الستوب سيل؟ الستوب سيل ده اللي يقول لك دايما اللي بيكسب في البورصه هو اللي عارف كويس قوي هو اللي داخل الشاري بكام وهيبيع بكام. فالستوب سيل اوردر ده ان انت سي مثلا شاري سهم النهارده ب 40 جنيه، وهتحط للسمسار بتاعك اثنين تريجر برايس. تقول له بص السهم ده انا شاريه ب 40، لو السهم ده راح 45 جنيه بيع، ولو السهم ده نزل ل 35 جنيه بيع. يبقى انت مش عايز تكسب اكتر من 5، ومش عايز تخسر اكتر من 5. ده الستوب سيل. فالستوب سيل ده ان انت عايز تليمت الجين وتليمت اللوس بتاعك. الستوب باي اوردر بقى بتحطها لحاجه زي الشورت سيلنج اللي احنا لسه قايلينه من شويه، ان انت بتنزل تبيع حاجه هي مش بتاعتك. فسي مثلا انت نزلت الاول
بعت السهم ده الاول خالص ب 30 علشان ترجع تشتري تاني بال 25 اللي احنا المثال اللي قلناه من شويه. بس ساعتها السمسار هيبقى خايف ان سعر السهم يزيد، فعايزك تحط حاجه اسمها ستوب لوس اوردر. فساعتها تحط ستوب لوس اوردر على سعر مثلا 32 جنيه، يعني هتحط السعر فوق ال 30 جنيه. بص دايما في سؤال بيجي في الامتحان كده، بس هو عشان ما فيش حاجه نكتب فيها هنا، بس هو عامه فرق دايما ما بين الستوب باي وفرق ما بين الليمت اوردر. دايما الستوب باي اوردر التريجر برايس اللي بتحطه للسمسار بتاعك دايما بيبقى اكبر من الماركت برايس، من سعر السوق دلوقتي فعلا، لان سعر السوق دلوقتي في مثال الشورت سيلينج ب 30، بس انت حطيت تريجر عند 32. اما الليمت سيل والليمت باي، لا الليمت سيل ده بيبقى الماركت برايس النهارده ب 30، بس انت حاطط له تريجر برايس مثلا ان هو ينزل يبيع الاسهم دي، حاطط له تريجر برايس فوق ال 30. ده الفرق ما بين الستوب باي وما بين الليمت اوردرز. طب الكليرنج انستراكشن هي ما تهمنيش قوي، ما جيش عليها اسئله كتير، بس الكليرنج انستراكشن دي حاجه تبع السيتلمنت بتاع مصر المخصص ام سي اس دي، اللي هو كليرنج هاوس. يعني ان اي تريد بورصه هي فيها شراء وبيع، ففيها اسهم وفيها فلوس، فدور مصر المخصص ان هي اللي بتعمل سيتلمنت للاسهم وتعمل سيتلمنت للفلوس. هو ده الكليرنج انستراكشن. يعني يقول لك هنا في مصر تريدات الشراء مثلا بيحصل لها سيتلمنت تي بلس 2، والتريدات البيع بيحصل لها سيتلمنت تي بلس 1. ده كليرنج انستراكشنز. طيب هنا بيتكلم عن البرايمري والسكندري ماركت، ده تقدر تسميهم التايبس اوف فاينانشال ماركتس. تقدر تقول ان الفاينانشال ماركتس عندك بيتقسم لثلاث اسواق، في سوق اسمه برايمري ماركت ده سوق الاصدار، وفي سوق تاني اسمه السكندري ماركت ده سوق التداول، وفي سوق ثالث اسمه او تي سي. ايه السكندري ماركت ده؟ اسهلهم، دي من الاخر جلسه البورصه اللي بتفتح كل يوم من 10 ل 2:30. معنى كده ان السكندري ماركت هو بيتداول فيه كل الاسهم اللي واخده او بتتريد جوه البورصه المصريه. بس بيسموا السكندري ماركت ده بحاجه اسمها ريجوليتد واورجنايزد. ليه ريجوليتد واورجنايزد؟ لان بيراقب عليه البورصه وهيئه سوق المال ومصر المخصصه هي اللي بتامن عمليات الشراء والبيع. يبقى انت لو صحيت الصبح بتشتري سهم او سند، يبقى انت كده بتتريد جوه السكندري. بس هو ما ينفعش سهم ينزل يتريد في السكندري ماركت الا لما يعدي الاول على السوق الاولي اللي هو البرايم ماركت، سوق الاصدار، ياخد موافقه هيئه سوق المال، بعد كده السهم ده ينزل يتداول جوه السكندري. بس البرايم ماركت بيبقى عندك فيه طرفين، في طرف اسمه الاشور والطرف الثاني اسمه الانفستمنت بانك. الاشور دي الشركه اللي عايزه تصدر اسهمها في الماركت، زي مثلا زي عامر جروب، والانفستمنت بانك مثلا زي بلتون. فعامل جروب عايز يروح يريس فند، يعلي راس ماله عن طريق ان هو يطرح اسهم ويدخل معاه مساهمين جدد. فهو والانفستمنت بانك يقعدوا في ميتنج يحددوا حاجه اسمها الاي بي او، اللي هو الانيشال بابليك اوفرنج او سعر الاكتتاب الاولي للسهم. وتاني حاجه بيحددوها النمبر اوف شيرز. مين اللي بيروح يحدد الاي بي او؟ اللي بيحدد الاي بي او هو دور الانفستمنت بانك. الانفستمنت بانك هو اوريدي اللي بيروح يعمل فالويشن وبيروح يقيم الشركه. فحسب مثلا ان سعر الاكتتاب بتاع السهم ده بجنيه، وعامر جروب عايز يصدر مليون سهم، يبقى الطرح ده كله قيمته المفروض مليون جنيه، ده قيمه الطرح نفسه. بس قال لك الانفستمنت بانك ممكن يخش الاكتتاب ده بدورين، يا اما بيخش الدور اسمه فيرم كوميتمنت، يا اما بيخش الدور اسمه باست افورت. يعني ايه فيرم كوميتمنت؟ كوميتمنت يعني التزام. يعني فيرم كوميتمنت ده اللي بيبقى فيه التزام على الانفستمنت بانك ان يخش يغطي قيمه الاكتتاب كله. يعني تقدر تقول ان الانفستمنت بانك سواء بلتون هرمس نعيم والناس دي كلها دورها في حاجتين في الاكتتاب. اول دور هم اللي بيعملوا تقييم وبيحسبوا سعر الاكتتاب اللي هو الاي بي او، وتاني دور ليهم ان هم بيعملوا ترويج للاكتتاب. يعني ايه بيعملوا ترويج؟ يعني الانفستمنت بانك ده عنده بول كبير قوي من العملاء، مؤسسات وافراد وناس ريتيل، بيحاول ان يبيع لهم الاسهم دي. يعني تقدر تقول الانفستمنت بانك ده بيأكت ادا شركه ماركتنج، شركه تسويق، هو اللي بيسوق للاكتتاب. فالفيرم كوميتمنت ان الانفستمنت بانك بيلتزم ان يخش يبيع او يغطي قيمه الاكتتاب كله. والله الاكتتاب ده مثلا مليون سهم، فالانفستمنت والسهم بجنيه،
يبقى الاكتتاب ده كله بمليون جنيه، فالانفستمنت بانك بالاخر هيطلع من جيبه المليون جنيه يديها لعامل جروب، ويبتدي الانفستمنت بانك ياخد المليون سهم دول يحاول ان يبيعهم لعملاء مؤسسات وافراد من البول بتوعه. بس لو الانفستمنت بانك ما عرفش يغطي الاكتتاب، يعني ما عرفش يبيع غير 800,000 سهم، فاللي هيشرب ساعتها الانسر بورشن اللي هو الجزء اللي ما اتغطاش هو الانفستمنت بانك. بس الباست افورت، لا الباست افورت ده للانفستمنت بانك بيشتغل على حاجه اسمها الكوميشن بيسس، طول ما هبيع اكتر طول ما اخد عموله اكتر. بس والله لو الاكتتاب ما غطاش نفسه اللي هيشيل ساعتها الانسر بورشن هو الباست افورت. عشان كده دايما يقول لك ان اللي بيبقى فيه ريسك اكبر هو الانفستمنت، هو الفيرم كوميتمنت بيبقى فيه ريسك اكبر بالنسبه لي الانفستمنت بانك. طيب انت بقى عندك هنا بيكلمك على بعض المصطلحات كده اللي جوه البرايمري ماركت. اول حاجه حاجه اسمها البرايفت بليسمنت، والبرايفت بليسمنت ده اللي هو التخصيص. يعني ايه التخصيص؟ التخصيص ده ان سي مثلا شركه عايزه تروح تعلي راس مالها عن طريق اسهم، بس هي مش عايزه تدخل معاها شير هولدرز ناس ما تعرفهمش، مش عايزه تدخل معاها مليون مساهم ولا 2 مليون ناس مش فاهمين في الصناعه وبتاع. فهي من الاخر بتروح لناس معينه تكون الناس دي معاها في نفس الصناعه، فاهمين ريسك الصناعه وريتيرن الصناعه كويس. فسي مثلا جولدن بيرمتس عايزه فور سمبلستي مثلا طلعت مصطفى عايز يروح يطرح اسهم في البورصه، بس مش عايز يخلي الاسهم دي تتريد جوه السكندري، عايز يخليها تتريد خارج المقصوره او تي سي. فيروح لناس معاه في نفس الصناعه، مثلا حسن علام المعلنين العرب او سي اي، يخصص ليهم جزء من الطرح. بس خلي بالك الاسهم البرايفت بليسمنت اللي هو التخصيص دي اسهم غير متداوله في البورصه، عشان كده سماهم لك بكواليفايد انفسترز، يعني ناس معاه في نفس الصناعه. تاني مصطلح خليك عارفه مصطلح اسمه شلف ريجستريشن. يعني ايه شلف ريجستريشن؟ شلف يعني رف. شلف ريجستريشن ده ان شركه تاخد موافقه من هيئه سوق المال على اصدار مثلا مليون سهم، ده اسمه الاوثرايزد شيرز. بس الشركه مش هتصدر المليون سهم مره واحده، الشركه هتنزل تقطع المليون سهم دي على كذا مرحله. فهي خدت موافقه على اصدار مليون سهم، هتطرح مثلا 300,000 سهم بس وتشيل الموافقه وتشلف. لو عايزه تطرح 300 كمان هتاخد موافقه من على الشلف وتطرح 300 كمان. فتقدر تقول الشلف ريجستريشن ان شركه بتاخد موافقه كبيره قوي على اصدار عدد كبير قوي من الاسهم، بس بتنزل تقطعه او تصدره على براحتك. اخر شكل الديفيدنت ري انفستمنت بلان ده شفته في الاف ار اي. والديفيدنت ري انفستمنت ان الشركه تقول لك بدل ما اوزع عليك انت كمساهم ارباح، انا بديك حق ان انت تيجي تشتري الاسهم اللي هطرحها دي، بس هتشتريها مني بديسكاونت. فده بديل الديفيدنت. الرايت اوفرنج برضو شكل من اشكال بعض الترانزاكشنز اللي بتتم في البرايم ماركت، والشركه برضو بتديك حق ان انت ككارنت شير هولدر بتخش تشتري الاسهم بتاعه الشركه. ككارنت شير هولدر يعني انت مساهم حالي جوه الشركه دلوقتي، من حقك ان انت تخش تشتري الاسهم في الطرح الجديد، بس تخش تشتريها برضو باقل من سعرها، يعني هتخش تشتريها بديسكاونت. الماركت ستراكشر بقى اللي هو بدا يقسم لك الماركت بتاع البورصه لثلاث اشكال. في حاجه اسمها كود دريفن، وحاجه اسمها اوردر دريفن. يعني ايه كود دريفن؟ كود دريفن ان انت تقدر تقول ان الفاينانشال ماركت عندك هو عندك يا اما ديلر يا اما بروكر، مفيش تالت. فالكود دريفن ده بتاع الديلر من الاخر. ده اوكشن بيحصل. يعني تقدر تقول ان اقرب مثال للكود دريفن الاوكشن بتاع التريجري بيلز اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيكست انكم، ان البنك المركزي بيخش كل يوم حد وخميس من الساعه 9 ل 11 بيلم فلوس من البنوك في شكل اذون خزانه. فالبنك المركزي من 9 ل 11 بيفضل يلم اسعار، بعد كده الاوكشن او المزاد ده بيتقفل الساعه 11، ويبتدي الساعه 2 الاعلان عن الاوكشن بكام، يقول لك اكوردنج للاسعار المعروضه دي في سعر واحد بس هو اللي هيمشي على الماركت كله. عشان كده اسمه كود دريفن. يبقى الكود دريفن ان سعر واحد ماشي على الماركت كله. وتقدر تقول تاني مثال للكود دريفن الديلر بتاع الصرافه. لو انت دخلت صرافه مثلا لقيت الصرافه بتبيع الدولار ب 18 جنيه، لو انت مش عاجبك السعر هيقول لك شوف صرافه ثانيه. ليه؟ لان الراجل ده اوريدي عنده
انفنتوري كبير قوي من الدولار، انت ما بتعرفش هو اساسا كان شاريه كام، ممكن يكون باعه لك بخساره اساسا. الاوردر دريفن بقى ده مش ديلر، الاوردر دريفن ده بروكر، اللي جلسه البورصه اللي بتفتح ان هو بيفضل يحرك سعر ويحرك كميه. طيب هنا بيقول لك بقى ازاي ترتيب الاوردرات بيتم على الشاشه. فبيقول لك اول حاجه تريدنج برايسنج رولز. ايه التريدنج برايسنج رولز؟ ان هنا بيقول لك ان الاسعار بتترتب على الشاشه، ان بيبقى في حاجه عندك اسمها البيد برايس وحاجه اسمها الاسك برايس. هنا في السي اف اي بيشرحها من وجهه نظر الماركت يوزر، ان البيد ده السعر اللي انت بتبيع بيه السهم، والاسك ده السعر اللي انت بتشتري بيه السهم. فالبيد بتترتب من الهايز بيد لحاجه اسمها اللوز، ودي اللوز اسك. فترتيب الاوردرات على الشاشه بتترتب من الهايز بيد للوز اسك. البروكر ماركت ده تقدر تسميه بالسوق اللي بيتريد فيه الكومبلكس اسيتس. زي ايه السوق اللي بيتريد فيه كومبلكس اسيتس؟ زي العقارات مثلا، نازل تبيع تريده كبيره بكميه كبيره، ده يعتبر بروكر ماركت. طيب ماركت انفورميشن هنا بيتكلم مالي على الاو تي سي ماركت. يعني ايه بيتكلم على الاو تي سي؟ ان انت عندك في الاو تي سي ماركت يا اما حاجه اسمها بري تريد، يا اما حاجه اسمها بوست تريد. ده موجود عندنا في مصر وموجوده في امريكا برضه. البري تريد ده يعني انت قبل في الاو تي سي، قبل ما تحط الاوردر بتاعك، بتبقى عارف الكميات والاسعار اللي معروضه، ده اسمه بري تريد. البوست تريد ان انت وانت بتحط الاوردر بتاعك انت مفيش ترانسبيرنسي، انت ما تعرفش الاسعار والكميات المعروضه كام. فدايما عشان كده يقول لك ان البري تريد احسن من البوست تريد. ليه؟ لان البري تريد ان انت قبل ما تحط الاوردر بتاعك بتبقى شايف الاسعار والكميات، فبيبقى فيه ترانسبيرنسي اكتر من البوست تريد. طيب هنا دي على فكره فيري 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 امبورتنت في الاكزام، اللي هي الوال فانكشن فاينانشال سيستم. الوال فانكشن فاينانشال سيستم دي اخر قالوا اس، ان بيقول لك علشان يبقى عندك فاينانشال سيستم قوي لازم يبقى عندك ثلاث شروط. اول شرط اسمه انفورميشن افيشنت. يعني ايه انفورميشن افيشنت؟ يعني اي معلومه جديده نازله على السهم، سواء جود نيوز او باد نيوز، المفروض ان هي تاثر في سعر السهم ايميديتلي، في لحظتها وفي وقتها. لان لو المعلومه بتاخد وقت طويل قوي علشان تاثر في سعر السهم، فده هيخلق سبيكيليشن وضربه جوه البورصه. تاني شرط بعد الانفورميشن افيشنت لازم يكون حاجه اسمها اوبريشن افيشنت. يعني ايه اوبريشن افيشنت؟ ان لازم الترانزاكشن كوست بتاع السمسار، the device already ready to connect، لازم الترانزاكشن كوست بتاع السمسار تبقى قليله. لان طول ما عملات الشراء والبيع بتاعت السمسار قليله، ده يحفز الناس على التداول اكتر. واخر شرط حاجه اسمها allocation efficient. والallocation efficient ده ان انت لو معاك مليون جنيه ازاي تروح توزع المليون جنيه على كذا استثمار. يعني انت لو عندك فرايتس كتير في البورصه، اسهم، سندات، على كوموديتيز، ازاي تقدر توزعهم على كذا استثمار. طيب هو ده ميلي اللي يهمني في اخر قالوا اس عندك، اللي هو الانفورميشن efficient زي ما قلنا، وتاني حاجه operation efficient، واخر حاجه الallocation efficient. كده احنا خلصنا الريدنج بتاع الماركت اورجانيزيشن اند ستراكشر. المره الجايه ان شاء الله في الحلقه الجايه هنشرح الاوفر فيو اوف ايكويتي سكيورتيز.